السلام عليكم. النهارده هنتعلم ازاي نعمل اجتماع على زوم. بنفتح البرنامج وبعدين بنفتح الكالندر وبنكتب الاسم بتاع الاجتماع، وبعدين بنختار التاريخ اللي احنا هنعمل فيه الاجتماع، وبنختار الساعة بداية الاجتماع، وبعدين بنختار نهاية الاجتماع هتكون امتى. طبعا ناخد بالنا ان الاجتماع بيخلص بيفصل كل 40 دقيقة، وبعدين بنفتحه تاني، وبعدين بنختار بقية الأوبشنز اللي موجودة في الاجتماع سواء الفيديو أو الصوت، وبعدين بنعمل دون. دلوقتي لو احنا عايزين بنبعت اللينك بتاع الاجتماع بيتبعت من خلال الجيميل بالشكل ده. بنكتب الايميل اللي احنا عايزين نبعت ليه. لو احنا عايزين نبعت بطريقة تانية غير الايميل بناخد اللينك بتاع الاجتماع ونبعته سواء على الماسنجر او في رسالة او على الواتساب زي ما احنا عايزين بالشكل ده. السلام عليكم. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل اجتماع على زوم. نفتح البرنامج وبعدين بنفتح الكالندر.